في مجتمعنا تكثر المشاكل الاجتماعية داخل الأسرة بسبب عدم إدراك ماهية أهمية الوقت وكيفية اختيار الوقت الملائم للنقاشات العائلية. فتوجد جملة لطيفة يرددها الكثير منا هي كل شيء وقته حلو، بمعنى أنه يجب على كل فرد أن يختار الوقت المناسب للحوار مع الأهل. خلينا نتابع الاستطلاع التالي من بغداد ونشوف آرائكم. حياكم الله مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج صباح الشرقية. استطلاعنا لهذا الصباح راح نسأل الناس شنو الوقت المناسب أو الظرف المناسب اللي يخليك تروح لوالدك أو والدتك وتطلب من عنده شيء معين أو شغلة معينة بدون ما يرجعك أو يردك، وشنو نقطة ضعفهم. من خلال هذا التقرير راح نعرف شنو أجوبة الناس. خليكم ويانا. أي شخص من تريد يعني تحكي وياه أو تطلب منه يعني يكون وقت هدوء، هو يعني يكون مرتاح مو جاي تعبان أو من شغل، يعني يكون وقت هادئ بي. يعني عادة هو يكون مثلا بعد وجبة بعد الظهر أو شيء هيك، يعني من يكونون هم مرتاحين يعني ما عندهم مشاكل ولا شيء، من يكملون صلاة وهاي أقدر أقطعهم يعني بشغلة لأريدها، يعني شغله لا اريد ثاني، فلوس شيء اي شيء احتاجه اقولها يا تعطيني اياه الوالده، هي شغله لا اريدها. لا من امي اكثر شيء. اي 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 اياكم مرات اطلب من عندها. اي يوم عادي يعني اطلب من عندك هالقد وهي شيء يعني بشغله هادئه، اجيها مو اجيها بتن بسياح وعارك وهاي شغلة هادئة. إيه والله من أريد أحاسيهم ما ألقاهم يعني مثل ضايجين أو فد مشكلة، من ألقاهم مرتاحين، وخاصة الحجة من تخسر الريال ألقاهم فول مرتاح راحة كلش، أجي أقنعه بش كم محتاج أقول له برشلونة فازة وهاي، صحيح هو يعني يضوج كلش بس أنا شو أسوي أحرق قلبه شوية وأكيد ما يعطيني إياها الشغلة اللي أريدها. وبعض الآخرين يعني مثل تجي يوم من خطار اريد فلان شغله، اي هاك هاك روح، بس هو شنو يبو عليه هيك بنظره، اقول له يلا ما يخالف حجه ماشي ديها هالمره، يعني خليه يخضع لامر الواقع. اي شي اعتيادي. اي والله هسه انا قنعه بالثانيه بالكت من يطلعون شي يسوي لك شنو يخنقني هذا الشيء بمين كله من ورا، هسه انا دقعد ثانيه اريد اتزوجها وما يخليني. ان شاء الله ان شاء الله يا رب منا ارجع اقول له الريال راح تفوز وان شاء الله يقنع بالثانيه تتزوج الثانيه. اي ان شاء الله. من يكونون هادين بدون عصبية وريلاكس أروح أقنعهم. من وقت يكونون هادين أو ريلاكس يعني؟ من يشوفون أطفالهم فرحين وسعداء يعني فيكونون هادين يعني وما يكونون تعبانين. من يكون عندها يعني والدتي قاعدة ومرتاحة وما عندها مشاكل وهاي، من أروح لها خطار أني وجهالي فأفاتحها موضوع إذا أريد من عندها فشي موضوع فاتحها. دائما تكون نقطة ضعفها. نقطة ضعفها من أقولها خاطر جهالي. فهي يعني تحب جهالي هواية. أبويا من يفوزون برشلونة أروح أقنعه بشغلة. شجع برشلونة. أي شجع برشلونة. لأن يكون فرحان ويكون هيك مفرفش يعني من يفوزون برشلونة. يعني فلوس الأغلبية فلوس يعني. يعني أمك؟ أمي من تكون طالعة وراجعة. تطلع تفرفش؟ اي طبعا منو بينا ما يطلع ما يفرفش. اما يطلب منها طلعه مثلا اذا اريد اطلع اقول لها انه انا راح اطلع وهيك.